مساء الحب، مساء كل شيء جميل على كل متابعي أسرار ونجوم في كل مكان على قناة الصحة والجمال 11/8/23. طبعا سعيدة النهاردة معاكم. اليوم النهاردة يعني مش هقول لكم، معايا مفاجآت ومعايا نجوم يعني ادوا الكثير في كل مجال في العالم. معايا النهاردة أولى فقراتي نجم موسيقار كبير، ليه عدة أعمال موسيقى. مش هقول لكم إن هو عمل إيه وغير إيه في عالم الموسيقى والإبداع وأنشأ إيه، ونجوم كتير جدا أخذهم كده من إيديهم وأصبحوا نجوم على الساحة، يعني أصبحوا ترندات دلوقتي. الفنان الكبير عمرو دياب، الفنان محمد منير، الفنان الراحل عمر خورشيد، الفنان الراحل عمر فتحي، الكثير والكثير. أول فقرة النهاردة بلتقي مع الموسيقار الكبير اللي كل جمهوري النهاردة مستنيه، الفنان الكبير هاني شنودة. أهلا بيك. أهلا وسهلا. النهاردة سعداء بيك النهاردة في برنامج أسرار والنجوم، إنك تشرفنا النهاردة. أنا الحقيقة أسعد لأن المقدمة جميلة جدا. ربنا يخليك. وأتمنى أسعد الناس اللي طول عمري أنا بحس إن أنا في خدمتهم وفي خدمة سعادتهم. ربنا يخليك. حضرتك اديت الكتير والكتير وعلمت الكتير وكتير من النجوم على الساحة اتدربوا على ايديك واصبحوا لهم مكانة كبيرة في العالم كله. الحمد لله. يعني انا كمان من الحاجات اللي فعلا اثرتني في النجوم اللي انت حياتك، يعني عمرو دياب وجوده وانطلاقته من خلال وجودك ده كان شيء عظيم. عايز اعرف كده منك كده الشيء الجميل اللي حصل بين عمرو دياب وبينك، وازاي انطلق من خلال اعمالك الجميله. هو الحقيقه هو اللي لقاني. حبينا نبدا بعمرو دياب. مش انا اللي لقيته. هو اللي لقاني. احنا كان عندنا حفله في بورسعيد فرقه المصريين، خلصنا الحفله وروحنا الاوتيل ننام، خبط عليا الباب، فتحت لقيت شاب لطيف جميل خير، قال لي انا عايز دي هاني باك. تتفضل. قال لي انا عايز ابقى مطرب. قلت له سمعني. فسمعني. قلت له اسمع، صوتك حلو وعربك حلوه وودنك كويسه، لكن خلي بالك وشكلك كويس. واحنا اليومين دول بقى موضوع الفيديو كان لسه داخل جديد، فعندك كل مقومات النجاح ما عدا حاجتين: واحد بتنطق بورسعيدي، اتنين قاعد هنا في بورسعيد، فهنعمل لك ايه؟ سكت شويه كده وقال لي طب متشكر وراح ماشي. كويس. صحينا الصبح، نزلت الاتوبيس اللي هياخدنا مصر واقف، والفرقه كلها ايمان يونس واقفه وممدوح قاسم والله يرحمه فريق المصريين. كنت فريق المصريين طبعا. واقف معهم عمرو دياب. قلت له خير يا ابني في ايه؟ قال مش انت قلت اجي مصر؟ انا جاي معاكم مصر. قلت له لا. عندك حد تقعد معاه بتاع؟ قال لي مالكش دعوه، انا جايب منتج كمان وكل حاجه تمام، مالكش دعوه. طيب تعال. خدنا بقى بالعربيه لغايه القاهره، توصلت له دخل مع موسيقى عربيه، وابتدى بقى ايه مشوار عمرو اخده للمخرجين وللمنتجين وكده وكده. في منتج لا داعي لذكر اسمه، قلت له ده هيبقى مطرب العرب الاول. قال لي انت بتعمل الحبه اوبا؟ قلت له انا بقول لك كده. قال لي طيب. ما فاتش كان ايامي يعني طالب مبلغ علشان وتلت شرايط وبتاع، يعني حاجه محدوده وملمومه. المنتج بعدها بسنه وحاجه قال لي عارف انا مضيت مع صاحبك بكام من النهارده؟ قلت له بكام؟ قال لي بمليون و200 الف. فاكر كان؟ قلت له انت اللي فاكر. انا فاكر طبعا. ايوه. بس احنا على فكره الموضوع ما ابتداش بالالبوم الاول زي ما الناس فاهمه، ابتدى بالتمرينات. وابتدى مثلا كان يجي يعمل معاك تريننج وتمرين فويس وكله. طبعا. طبعا مش بس كده، على احلى بيانو عند حضرتك. مش بس كده، سهرة يا صم صم يا ثانوية اللي كان كاتبها شوقي حجاب، تيم الاسد المرعب، اغنية اطفال عاملها صلاح جاهين، كل الحاجات دي اتعملت قبل موال الاميبا، مش عارف قبل الالبوم الاولاني. اصل الناس فاكره
ان علاقتي مع عمرو ابتدت بيا طريق يا طريق، لا قبل كده بكتير قوي سهرات واغاني اطفال وكذا وكذا، لان التحضير للنجوميه ما حدش بيبتدي من اول خطوه نجم طبعا، لازم ياخد طريق معين علشان ياخد خبره، الميكروفون يقف قدامه ازاي، يتراجع ازاي لما يكون الصوت هيبقى حد واعلى، ازاي يقرب لما يكون الصوت هامس، ازاي يعمل كده ازاي يعمل كده، زائد بقى حاجات معينه كتير قوي طبعا اللي هي الحفلات ومقابله الناس والشجاعه الفنيه، لان دي موضوع مهم جدا، ان الشخص يبقى واقف على المسرح كانه في اوضه النوم ما ولا واخد باله من الناس، صحيح، الا لما بيخلص لانه عايش مع نفسه وبيعرض للناس ما عمله في السنين اللي فاتت دي كلها. مظبوط. اي واحد، وحضرتك طبعا عارفه الكلام ده انك كنت بتعملي حفلات في الاوبرا وكده، صحيح، عارفه ان انت وانت بتغني للناس ما بتقولهمش ده انا، لا ده انا من 3 4 سنين، اسمعوا بقى نتيجه المجهود ده كله، وده اللي الناس بتسقف له، الناس بتسقف لمجهود سنين طويله بيتعمل قدامهم. صحيح، يعني لازم استاذ هاني الطريق ما بيتبناش مش بسهوله، الطريق شيء ان يبقى نجم اكيد مش بسهوله، كلمه نجوميه او يبقى على الساحه او ليه مكانه يستمر وفي فيها. بيت او عماره بتتبني في يوم وليله؟ طبعا لا. طيب دي رساله لشبابنا كمان اللي لازم محتاجين جدا، مش مجرد ان صوته حلو، لا ده لازم يتدرب صح، لازم يتحط صح، لازم يعرف يتعامل ازاي مع الجمهور، لازم واهم كتير. حاجه بقى هقولها ما دام انت قلتي الشباب، طبعا انت وظف نفسك بينك وبين نفسك في المرايه، انا انفع ايه بالنسبه للجمهور؟ صحيح، انفع ابن ولا انفع اخ ولا انفع اب ولا انفع ايه، وهكذا البنت كمان، انفع بنت ولا انفع ام ولا ليه، مش حسب سنك بس، حسب سنك وشكلك وطريقتك، وهل بتقدر على ده ولا لا، هل بتقدر على ده، يعني ما تقلدش بتوع الراب اذا كان انت مش عارف، ما تقلدش الناس الكبار قوي اذا كنت انت عايز تعمل حركه وعايز يعني شخصية، لازم يكون شخصية، ليه شخصية في الغنى؟ اوجد نفسك الأول، يعني اوجد نفسك بنفسك واعرف أنت مين وهتعمل إيه عشان لما تعمل حاجة تبقى لايق عليك. وهيقدم إيه للمجتمع؟ هيقدم إيه للفن؟ رسالة، لازم طبعًا تكون رسالة يعني إيجابية للمجتمع، مش مجرد إن هو بيغني أو محتاج إن يبقى عنده ماديات، كل ده هيجي، بس بتقدم إيه لجمهورك؟ طبعًا. صحيح. استاذ هاني حضرتك اكتشفت الكثير والكثير، انا يعني باخد كل النجوم اللي جمهورنا لازم يعرف حضرتك ليك علامات مع النجوم الكبار على الساحه، الفنان الكبير محمد منير، حضرتك يعني كان برضو علاماتك مع محمد منير. الحقيقه لما جاب لي شوقي حجاب كنت بعمل معاه اغاني اطفال، وكنا عاملين دويتو جامد جدا، بنعمل اغاني اطفال بقى لكل العالم العربي، فقال لي انا عايز اعرفك بعبد الرحيم منصور. فجه عبد الرحيم منصور، كنا بنلعب في هنا كلاب بالليل، وجه وقال لي بص انا هجيب، انا معايا بني ادم هيعجبك قوي قوي، وفي نفس الوقت ما حدش هيقدر يعمل له حاجه جديده الا انت، لان هو اصلا جاي من النوبه. صحيح. مين ده؟ قال لي تعالى منير، من اول ما شفته حبيته. أنا الحقيقة قلت له بص هكون صريح معاك عبد الرحيم، أنا هجيب الفرقة بتاعتي وأنتوا تجيبوا لي حد من اللي بيلعبوا دف نوبي، عشان هنزاوج حاجة لأول مرة في العالم مش في مصر بس، إن الدفوف النوبي مع الدرامز مع البيس جيتار مع الإلكتريك جيتار مع الكيبورد، هنعمل إيه؟ نشوف. جه منير وجاب الراجل الأستاذ سليم شعراوي وعازف الدف النوبي، وقعدنا نعمل، قلت له سمعني أغنية من الأغاني الفولكلورية بتاعتكم،
فسمعني الاغنيه، انا كتبت الهارموني بتاعها واديته للناس بتوعي، ويلا عندي ريكوردر فور تراكس سجلت عليه كل اللي عملناه. قلت له سيبني بقى لغايه ما ايه بكره بعده اصحى اسمع واشوف حلو نعدي ولا نرمي. ماشي. صحيت الصبح تاني يوم على طول ما طقتش اسمع الحاجه حلوه جدا، ازاي الدف مع الدرمز مع البيز جيتار مع الالكتريك جيتار مع الكيبورد مع بتاع عاملين شغل مع كورال. يا قلت له انا مستعد اشتغل يا عبد الرحيم. فقال لي كلم الشركه بتاعت سونار. كلمناهم. الحقيقه ان الشركه دي كانوا في مصداقيه عندي، لان قبل كده قالوا لي على واحده لبنانيه وقلت لهم لا ما اشتغلش اسمها عندها الصوت. وقالوا لي قبل كده واحد كان شبه محمد حمام، قلت لهم احنا عندنا محمد حمام. لما قلت لهم هشتغل مع منير يا برافو يلا استوديو بتاع، ابتدينا في الاستوديو بتاع الاستاذ ناصر عبد النور. حضرتك يعني كل فنان على الساحه سايب له علامه. يعني كمان يعني انا هتكلم على الكثير، الفنان الراحل عمر فتحي يعني من نجوم يعني كان لو في وقتنا دلوقتي كان زمانه بقى له مكانه اكبر واكبر. اطيب البشر من اطيب البشر. والله يرحمه. دخل للناس من سكه الناس مش واخدين عليها. هم واخدين دايما المطرب زي عبد الحليم. المثل الاعلى في المطرب اللي هو زي عبد الحليم. ده دخل من باب الرقص، فكان يروح الفرح يخش راقص على طول والناس تهيص هيصه مش معقوله. عمر فتحي عنده حاجه محدش تاني عملها اللي هو السري بتاع على كيفك على ايدك كل على اباء دي. والوحيد اللي عمل كده ومحدش تاني عمل كده خالص حتى الان. كان بيفكر الله يرحمه. ده كان بيفكرني كمان بمين؟ اسماعيل ياسين في الجيش في البوليس في البتاع. دي سلسله صحيح. فهو عمل تشين برضه، عمل سلسله من على كيفك وكده، والناس كانت بتستنى على الجاي ايه. يعني كانت حاجه جميله. كان هو حضرتك برضه كان معاك هو فريق المصريين. يعني عايز اعرف حكايته معاك في فريق المصريين. عمل معانا 6 اغاني. جابوا المنتج وعجبنا بصوته، وعمل اغنيه من اشهر اغانينا اللي هي بحبك لا محتاج لك اللي عمالها الناس يقلبوها اخصمك لا مش عارف ايه مش عارف ايه. يعني كل واحد عمال يقلبها زي البدله اللي بيقلبوها. طب ليه هو ما كملش ليه الله يرحمه ما كملش ليه فريق المصريين؟ هو خد بحبك لا دي وراح سمعها للمخرج الكبير الاستاذ المهم كان حد من المنتجين او المخرجين كان بيعمل مسلسل السفينه. وقال له بص انا هدخلك في مسلسل السفينه. فجاه قال لي بص يعني انا مش عايز ابقى فرقه، انا عايز ابقى مطرب لوحدي. قلت له خلاص وماله اتفضل. قال لي طب انا ماضي على 100,000 جنيه. قلت له لا ما اكلم المنتج ومحدش هيطالبك بأي حاجة، لأن لو أنت مش عايز ده مفيش إجبار في الفن يا ابني. لا 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 كويس. أنا عايز أفتكر اسم المخرج، صاحبي جدا وبحبه جدا ومصور لنا ما تحسبوش يا بنات إن الجهاز راح. التصوير خلى العالم العربي كله. احنا لسه هنتكلم عن فريق المصريين وحياتك ازاي بداته وليه توقفنا وحاجات كتير نكمل. بس يعني الفنان الراحل عمر عمر فتحي. وبعدين فضلنا على الصداقه، وفضل يشتكي لي دايما من ان عنده حاجه في القلب. طبعا الكلام ده من 40 سنه ما كانتش الطب تقدم للدرجه دي، ما كانش فيه بقى العمليات يعني القلب المفتوح والتغيير الشرايين ومش عارف ايه بتاع، لدرجه ان هو كان يطلب من ناس معينه يطلعوا فوق ظهره، يعني ينام على وشه ويقول لهم اطلعوا فوق ظهري الام شديده. الله يرحمه. وكان نفسه الحقيقه كان بيقول لي دايما نفسه يلف العالم كله
قبل ما ما ربنا يفتكره. كان حاسس انه ممكن يموت. كان حاسس بالنهايه قريبه، وكان نفسه يعمل تور، لان احنا لغايه النهارده ما عندناش حد نقدر نقول له عايزين نعمل تور، يوم يقول لك يوم كذا في باريس، يوم كذا في لندن، يوم كذا في، لسه لغايه النهارده اللي بيعملوا العمليات دي كلها ناس اجانب. صحيح. احنا صحيح. ما احنا لسه اظن ان احنا هنقتحم، بس لو دلوقتي متهيألي كان فرقت يعني، الله يرحمه لو كان يعني كان عايش لحد دلوقتي، وكان كان ممكن يتعالج يعني الله يرحمه، كان بقى له مكانه اكتر. طبعا يعني كان متميز بصوته، بطريقه ادائه، بفرحته حقيقي. كمان حكايه الرقص دي مهمه جدا، لان هو كان عضو في فرقه رضا. صحيح. عارفه الحكايه دي حضرتك؟ عارفه طبعا. طيب كونه كان موجود في فرقة رضا كان بيغني معاهم ويرقص معاهم الحاجات بقى الدحية. بالمناسبة طبعا رحل عن دنيانا أمس طبعا الفنان الراحل محمود رضا، يعني ربنا يرحمه وخالص العزاء لأسرته الكريمة، يعني يعني ادى الكثير والكثير جدا جدا في الفنون الشعبية وفي عالم الفن الله يرحمه. في وقت عبد الناصر كانت فرقة المصر فرقة فرقة رضا. رضا. ايوه. فرقة رضا. كان بتلف تروح روسيا وتروح اذبكستان واوزبكستان ومش عارف ايه، وعامله ضجه مش معقوله، لان الرقص بتاعنا جميل، ولما يكون جماعي بقى حاجه فخمه جدا. صحيح. وعلي اسماعيل ما حدش ينسى بقى الموسيقار الجبار ده. علي اسماعيل اللي كان عامل لفرقة رضا ده موضوع كبير قوي قوي. صحيح. صحيح. ان احنا النهارده يا استاذ هاني حبينا يعني النهارده نعيش بالذكريات، ذكريات هاني شنوده مع النجوم، ذكريات هاني شنوده مع فرقه المصريين اللي هو انشاها سنه 77، يعني يعني تاريخ طويل وعمر طويل لفرقه المصريين، ولا زالت الناس تذكر فرقه المصريين. صح كده؟ أتمنى. يعني عملت حياتك، عملت طفره، عملت طفره في فرقه المصريين، غيرت حاجات كتير، يعني شعراء كتير كتبوا للفرقه وكان لكم اغاني خاصه، يعني عايزين نعرف الذكريات الجميله وليه توقفت وليه يعني حاجات كتير عملتها لفرقه المصريين، حابين نعرف الذكريات الجميله. دلوقتي انا هقول لحضرتك في ثلاث حاجات خلونا عملنا فرقه المصريين. الحاجه الاولى ان ده كان طلب جماهيري. كنت انا بشتغل في فرقه اسمها البتيشة، والفرقه دي كان الدرامر بتاعها عمر خيرت، والجيتاريست بتاعها عمر خرشد، والمغني الانجليزي صبحي بدير او صادق الليني، مغني فرنساوي وصاحب الفرقه اللي هو وجدي فرانسيس، واللي بيلعب ساكس لوكاس، كلهم دلوقتي مشاهير، كل واحد عامل حاجه. صحيح. فطبعا احنا ما كنا بنلعب كان في بقى في فلسطين 3000 شاب عمالين يرقصوا قدامنا، واهاليهم قاعدين يشوفوهم ويراقبوهم وكده. فكان ده مطلب جماهيري، يقول لك احنا ليه ملناش فريق قومي زي الانجليز لهم البيتلز، الامريكان لهم البيتش بويز والايجلز، الفرنسيين لهم سوكيت نوار، احنا عايزين فريق بتاعنا. ادي واحد. اتنين، قعد العالمي نجيب محفوظ ايامها، طبعا ما كانش لسه خد نوبل، كان جاي يعمل تحقيق صحفي معانا، يمكن المصور يمكن اخر ساعه مش هكون فاكر، وقعد يتناقش معايا، وبعدين قال لي انتوا ما بتلعبوش عربي ليه؟ قلت له اصل المقدمه بتاعت اي اغنيه عربي بثلاث اغاني من بتوعنا، وبعدين بتبتدي فالس وتقلب مقسوم، الناس هتتحزم وترقص. كان اياميها الشاب اللي يرقص بلدي ده يعني الشله تكرفه وما يسلموش عليه كمان. كويس. فقال لي لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام. فبان عليا ان انا يعني ما استوعبتش قوي. قال لي يعني اللي انت شايفه كويس اعمله، اعمل الاغنيه الصح لما انت شايف ان في الاغنيه دي غلط. قلت له لان ما فيش هارموني وما فيش كاونتر بوينت وما فيش وما فيش. قال لي اعمل اللي ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة كان فنان كبير عبد الحليم حافظ يجي يقف جنبي وانا بلعب على الاورج، ويقول لي يا هاني عايزك تتغدى معايا، عايزك، وانا كنت ازوغ منه. طبعا اي حد دلوقتي معقول بيزوغ من عبد الحليم حافظ؟ ايوه في سني ده.
كنت بزوغك زي بالظبط. اه زي بالظبط. دلوقتي لما اقول للواحد من المطربين الشبان تعالى يزوغ مني طبعا مظبوط، لان دي اجيال. وبعدين انا بقى في البيتش بوي وفي السينمات وفي الشله وفي الجيرل فريند وفي عايزين ده كله، واروح اكل بالشقه بس كنا واحد يعني مش انت صحيح. فرق السن جامد لغايه ما احنا كنا بنلعب في اسكندريه، رحنا القاهره كلمني في التليفون الارضي، ما كانش فيه بقى ايه موبايلات ولا بتاع، قال على فكره انا جبت جهاز اسمه سوبر سترينج. قلت له انا جاي لك كويس. قال لي جنينة الأسماك الزمالك، قلت له ألف من هدي لأني رحت رايح هناك بتاع دارت الجرس، فتحت سيدة سمرة كده قصيرة بس أنا لا قلت السلام عليكم ولا هاي ولا زيكم، لأني شفت الجهاز جوه ورحت داخل حطه في الكوبس وقعدت أعزف. قعدت أعزف بقى الحاجات اللي أنا أعرفها، سترينجر ان ذا نايت، إف يو جو أواي، نيميكيتي بحام، مش عارف إيه. بعد شويه طلع عبد الحليم لابس جلابيه كده مكسمه وحاجه تريشي، بطاقيه معوجه حوجه يعني خفيفه كده. قال لي تعرفش حاجه من الحاجه دي؟ قلت له اعرف اهواك. قال لي العبها. قعدت العبها فاريشن تنويعات. قال لي اسمع يعني وقف. قال لي انا عايزك تعمل لي فرقه صغيره زي البتيشا. قلت له بس انا ليا شرط. فكشر كشر بقى ليه؟ انا مش واخد بالي، انا بتكلم بعفويه لكن ده الهرم الاكبر بقى وانا دكه عم زايد اللي هو بتشرط على الهرم الاكبر. فقال لي خير. قلت له انا العب على الجهاز ده. قال لي ما انا جايبه لك. قلت له خلاص يا دار مدخل. قعدنا نعمل بقى الحكايه دي. لما عملنا الحفله بتاعت نادي الجزيره القسم الثاني والحكايه يعني نزلنا، قال لي اسمع هنا احنا لقينا بعض، حجز الطيران هيبقى قليل، حجز الاوتيلات هيبقى قليل، وهنلف العالم العربي والدنيا ونوريهم قد ايه مزيكتنا جميله. ما امهلوش القدر وتوفى. انا قلت بقى حان الوقت ان انا اعمل فرقه. حلو. فلما اتعرض عليا بقى منير عملنا منير، شفت اللي لعبوا معايا قلت قال لها ما دول لو نضيف لهم مطرب او مطربه تبقى فرقه. فابتديت الف اسوقها. فخلي بال حضرتك من اللي هقوله لك ده. اما عملت المنير الشريط الاولاني اللي هو كان اسمه امانه يا بحر، ما اتباعش كويس. ليه؟ ما كانش فيه لسه كاستات كتير، كان الناس بتسمع على بيك اب صوت القاهره واسطوانه 45 لف. حتى ساحه دعم بو نجحت على اسطوانه 45 لف. لما عملت فرقه المصريين نجحت نجاح جامد جدا. الشركه بتاعت منير قالوا لي حان الوقت ان احنا نعمل التاني المنير لان انت اسمك كبر. عملنا بنتولد. بنتولد ده بقى كسر الدنيا. طبعا. كويس. راحت الشركة مفنطة الشريط القديم اللي هو اسمه أمانة بحر، وجابوا علموني عينيك اللي كانت في آخره حطوها الأول وسموه علموني عينيك يا سافر. عشان كده معظم الشباب عندهم خلط فاكرين علموني هو نمرة اتنين، مش بنتولد هو نمرة اتنين. الله عليك استاذ هاني. حياتك فريق المصريين برضو جمهورنا عايز تذكر الجزء الاولاني حياتك من الفريق بتاعك، كان معاك منى عزيز؟ لا 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 في الجزء الاولاني. لا لا الجزء الاولاني ايمان يونس. ايمان يونس ذات الصوت الذهبي طبعا، هي اخت الفنانه الكبيره اسعاد يونس. طبعا ايمان يونس، ممدوح قاسم اللي هو كان صوته ما تحسبوش يا بنات اللي الجواز راح. ايوه طب ما عندوش الصوت الجميل ده. وتحسين يلمص الله يرحمه، الله يرحمه، بيز جيتار. وهاني الازهري ربنا يمد في عمره، وان شاء الله هنعمل حاجه سوا يا رب يا رب. درامز. ده الفريق الاولاني اللي المصريين. بعد كده حضرتك ليه احنا حصل تقريبا توقف بعد موت تحسين الله يرحمه؟ لا
إيمان يونس اتجوزت عشان كده توقف. طبعا احنا عندنا على فكرة ذكريات جميلة، انا حتى محضرة لحضرتك صور جميلة وحاجات لفريق المصريين هنشوفها دلوقتي. ايوه استاذ هاني، وبعدين فطبعا لما ايمان قالت انا هتجوز وخدوا مني النهارده اللي تقدروا تاخدوه، الشريط ده كان الشريط الرابع. نشوف صور الفريق المصريين يا ريت. ففي الشريط الرابع ده اللي هو ابدا من جديد، غنت كل الاغاني وفضل اغنيتين ما كناش مخلصينهم، غنتهم تلميذتها رندا، اشتغلت معانا رندا معظم العقود اللي كنا ماضيينها، لان لما حد بيمشي واحنا ماضيين عقود يعني مستقبليه هنعمل ايه؟ صحيح. فاشتغلت معانا رندا، والحقيقه يعني احمل لها كل مشاعر الاحترام لانها انقذتنا في وقت ما. توقفنا بعد كده استنى لغايه ما جت منى عزيز، منى عزيز جت وعملنا مشهد سنيوره ونجحت نجاح غير عادي كده كده اهو. ايوه عايزه لها صوره كده كده اهو. ايوه الله، من الاعمال الجميله اللي اثرت في الناس دي منى عزيز. أيوة. طب ليه حياتك برضو بعد منى عزيز تقريبا حياتك برضو ما توقف؟ ما اتجوزت، اصل احنا عندنا مشكله اللي بيسيب الفرقه حياتك. طب ليه تتوقف؟ استني بس انك توقف ايه؟ انت بتلحقي يعني في اجازه او في مثلا يعني بياخدوا يعني لا. وقت. احنا عندنا اغنيه بتجيب عكوسات، اللي تيجي تغني ما تحسبوش ان يا بنات ان جواز راحه تتجوز وتسيب الفرقه. ده ثلاثه ثلاثه بالشكل ده. فاللي شايفه نفسها يعني عدلها لسه ما جاش تقف قدام المرايه وتشغل الشريط بتاع ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه، ويعني ميك اب وبتاع ومش عارف ايه، وان شاء الله ربنا يفك عدل الجميع. شيء جميل. هستريح شويه. طب نطلع نشوف حاجة من أعمال الأستاذ هاني، وكمان أستاذ هاني معانا صوت حقيقي، عرف إن حياتك موجود معانا النهاردة في الحلقة فأصر إن هو يسمعك صوته. يا أهلا وسهلا. فياريت نطلع طب نشوف حاجة من أعمال الأستاذ هاني، ونستقبل المطرب الصوت الجميل اللي هو حابب يسمع أستاذ هاني صوته. ورجعنا لكم مره ثانيه، طبعا بستقبل الصوت الواعد مصطفى ناجي. اهلا بيك يا مصطفى. مصطفى التاجي. التاجي مصطفى. أنا مصطفى يا استاذ هاني، من الناس لما عرفت على حياتك على الفيس وكل حياتك موجود على التواصل الاجتماعي، حاب النهارده يعني يكون موجود في حياتك تسمعه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. طبعا طبعا. ومعانا على الخط دلوقتي الفنان الموسيقار الكبير حسن دنيا. الو 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 معاك الو استاذ حسن دنيا. الو الو كل احبابك كتير النهارده يا استاذ هاني، منتظرينك على التواصل الاجتماعي وعلى البرنامج، مستنيين حضرتك. ربنا يخليك. الو طب نسمع مصطفى. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اولا انا لا شرف ان اكون مع حضرتك في حلقه واحده، ده يعني شرف عظيم جدا بجد والله. يعني ربنا انا مش مصدق نفسي والله بجد، فرحان جدا جدا واتحسبت لي في حياتي. يعني ابتسامتك الحلوه دي ووشك السمح ده اهم حاجه تتقابل بيهم الجمهور. كمان لو بتغني كويس هتبقى دي فوق دي هتبقى نجم انت. دي علامة كمان يا استاذ هاني. شهادة عظيمة يعني. شهادة عظيمة من حضرتك والله. ممكن حضرتك تقتنع بيه، ده يبقى شيء عظيم يعني. لو صوته طلع حلو وحضرتك اقتنعت بيه هتبقى فرصة بالنسبة له كبير. وبالنسبة لك يعني 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 انا في مقتبل لحياتي تمام، فلما اسمع شهادة عظيمة من استاذ هاني شنودة تديني دفعة لقدام سنين قدام. بس انت لسه ما غنيتش. لا يعني شهاده كفايه الكلام الحلو اللي في الاول يعني، يعني حاجه تفرح يعني. طب سمعنا حاجه. ممكن اقول انا بعشق البحر. قول انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصبر
ده انا بعشق البحر، لا 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 لا، انا بعشق السماء علشان مليانة فرحة، مزروعة نجوم وفرحة، حبيبة وغريبة، وساعات زيك قريبة وساعات زيك بعيدة، بعيون متنغمة أنا بعشق السماء. الله عليك، هذا عظيم من حضرتك انك تسقف له والله بجد، يعني ممكن اقول حته من الزمن، مش لازم حاجات من حاجاتي، قول اي حاجه. لا انا حابب اقول ماشي. الزمن بينسى دايما، مع الزمن مفيش وعود، اللي كان عايش في قلبي النهارده ملوش وجود، الزمن ملوش صاحب، ملوش قلب ولا مشاعر، خطوته مشوار في قلبي، عشت فيه دايما مهاجر. الزمن. شكرا جزيلا. عارف عزيزتك الزمن دي كان مين اللي غناها؟ مين اللي غناها؟ الهضبة طبعا. طبعا. انا حاسه ان مصطفى صوته شويه متاثر بالفنان عمرو دياب، مش كده برضه؟ نفس يعني شويه العرب بتاعته. انا بحبه جدا بصراحه. واستاذي طبعا كلنا بنحبه. بحبه. انا مبسوط بحضرتك جدا جدا، ان انا يعني طلعت مع حضرتك في حلقه واحده، ده شرف عظيم بالدنيا كلها والله بجد. يعني فيعني انا اسعد بني ادم والله، يعني انا همشي فرحان من الحلقه. ربنا يسعدك والله بجد. على فكره خش في الموضوع بصدرك وانت مطمن، لان انت ودنك كويس. الله يخليك يا استاذي. الله يخليك. استاذ هاني طبعا معانا الموسيقار حسن دنيا على الخط، فعايز طبعا هو من احب اصدقائك ومن احب الناس اللي بتحبك. الو الو، مساء الخير عليك يا استاذ حسن. مساء الفل عليك، ومنورين الدنيا بحالها والله. يا اهلا وسهلا، ازيك يا حسن باشا؟ منور يا استاذ، يا موسيقار يا كبير، اللي احنا ربنا يديك الصحه يا رب ونتعلم منك، وما تنساش انت يعني بموت فيك. انت ملحن هايل وعازف هايل. الله يخليك يا استاذ. وانا اشهد لك ان انا طبعا لو بمسك كمان يعني على مصطفى حبيبي، سمعته قبل كده وعارفه. هو طبعا انا قلت له بس موضوع عمرو دياب ده، هو بيعشق عمرو دياب ده طبعا ده راجل ده الهضبه. لكن هو لازم يفكر في شخصيه ثانيه، يفكر في تكوينه ثانيه في شخصيته، ويعمل شخصيه ثانيه خالص يعني. وطبعا الاستاذ هاني شنودة يعني خبير ودكتور في الحاجات دي يعني. يا بيه ربنا يخليك. طبعا الاستاذ اسرار دي طريقه عمري يعني. ربنا دي اسرار دي على فكره منوره الدنيا كلها حوالينا. طبعا طبعا يعني عايشه عمري من الناس المحترمه الجميله يعني اللي بحبها جدا يعني. ربنا يخليك يا استاذ حسن. اكيد فاكر ذكرياتك برضو مع استاذ هاني شنوده، اكيد لك مواقف معاه او حاجه مش ممكن تنساها النهارده الحلقه عن الذكريات. والله انا عاوز اقول ان انا كانت اول اغنيه كانت للفنان اشرف عبده الموزع، كانت مع كنت بسجلها بالاستوديو بتاع استاذ هاني شنوده، كان مطرب فادي وقد ايه اما التقيت بيه، انا كان اول مره التقي بيه لان كنت انا صغير شويه، كنت قد ايه مبسوط ان انا قاعد مع عملاق من الموسيقى وفنان كبير ومحترم وفي منتهى التواضع الجميل جدا جدا. دايما هتلاقي حد فعلا قوي في الموسيقى هتلاقيه متواضع. اي يا عم عملاق ايه، انا قصاية. شوف لك كلمه غير دي. لا والله بامانه والله العظيم حضرتك من الشخصيات
طبعا وتقابلنا كتير جدا من خلال والله انت وحشني يا ابو علي. انا كنت باجي مخصوص اسمعك انت وتكريمات كتيره كتير كنت لما نبقى مع بعض وسعداء جدا جدا نبقى مع بعض موجودين يا ربي يخليك ونلتقي في اعمال وشرف ليا والله العظيم امانه ربنا يشرف مقدارك الف شكر الله يخليك يا استاذ ميرسي يا استاذ حسن وطبعا هقول لك لازم تشرفني طبعا عشان ان شاء الله ان شاء الله اشكرك على المداخله الجميله دي شكرا يا استاذ حسن شكرا وانت بخير اشكرك ميرسي شخصيه حضرتك طيب شكرا استاذ حسن دنيا طبعا من حيثك يعني اكيد من الملحنين اللي لهم مكانه برضو طبعا. اعمال يعني حفرت في جمهورنا يعني ما تتنسيش استاذ هاني حيثك ايه اللي تقوله لمصطفى يعني هو لازم انا حسن لازم يكون لي شخصيه منفرده في شغله انا عايز قبل كده وكده انا عايز التمرين التمرين ده اهم حاجه طبعا. اول حاجه انت لازم تسمع نفسك طبعا. ليه احنا كلنا لما بنيجي نسمع نفسنا متسجلين على ريكوردر نحس ان ده مش صوتنا انا هقول لك ليه لان احنا بنسمع من شويه عضمات هنا وعظم الفك واخد بالك واخد بالي وفي حاجه اسمها الماسك الحته دي تمام إيه الناس بتسمعنا حاجه غير ما احنا سامعين نفسنا تمام لان احنا سامعين نفسنا من جوه جوه تمام الناس سمعنا من بره بره فلا بد ما انت تسمع نفسك في الريكوردر تمام وتعدل على نفسك وتقول لان ده اللي هيعمل لك الشخصيه الفنيه اللي انت يمكن بتدور عليها او اللي نصح بيها الاستاذ حسن دنيا او كده لكن اهم من ده تمرينات ال 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 العلو في الصوت عشان صوتك يبقى مجلجل وتقدر تقول وراه فهل انت بقى عندك حد في البيت يزعجه ان انت بتاعه ومش عارف ايه ولا ايه؟ لا بالعكس بالعكس خلاص اطلع على الاستاد اديها على فكره على فكره انا بكلمك صدق معظم الناس اللي بيجوا لنا من لبنان وسوريا وكده وبتاع اصوات جبليه هم بيسموها جبليه لا جبليه ولا حاجه اصوات يعني عناصيه بس بيطلعوا ازاي بيطلعوا الجبل طول النهار يتمرنوا ده مظبوط ان انت تلاقي نفسك دي ده موضوع مهم قوي فلازم تغني بكل طاقتك يعني انت هنا دلوقتي كده ماسك نفسك لا غني بكل انا بعشق بديها لان ايه اهم حاجه ان انت تستخدم كل طاقاتك اللي ربنا مديها لك تمام. عشان تبقى نجم من النجوم وعشان كلنا قلبنا يتعلق بيك كل طاقاتك وكل امكانياتك انما ربع ربع لا نص نص لا استاذ هاني معانا مكالمه من الدكتوره رباب جوده مؤسسه القنوات الفضائيه وهم عاملين مسابقه اسمها مواهب اونلاين مصر مليانه بالخير مليانه بالمواهب والاصوات الجميله فهي معانا على الخط بتهني حضرتك بوجودك النهارده معانا الو الو مساء الخير مساء النور دكتوره رباب اهلا وسهلا اسرار اخبارك ايه الحمد لله مساء الخير عليكم وعلى كل صحبتك الجميله ربنا يخليك يا رباب معانا طبعا دكتور الموسيقار الكبير يعني كلمته مش عايزه اقول لك لاي موهبه يعني يتشرف بوجوده انا عايزه اقول لك ان احنا يعني الاول سلامي لحضرتك وميرسي جدا جدا ان حضرتك موجود وحضرتك على الساحه وميرسي على كل الحاجات الجميله اللي حضرتك بتقدمها وما زلت تقدمها ربنا يحفظك يا رب يا فندم يعني ده كلام يعني كلام جميل جدا جدا وانا هشيله كده كوسام على صدري ربنا يعز حياتك يا فندم كلنا طبعا كلنا والله بجد بنتعلم من وجودك ونفسي مصر على طول تفضل فيها الناس اللي زي حضرتك واللي بتطلع كلام بجد جميل وكلام محترم وكلام ليه معنى وكلام بيبسط الناس الحمد لله ربنا يزيد حضرتك يا فندم وان شاء الله ان شاء الله اتمنى طبعا اتمنى ان حضرتك تتابع البرنامج كده بتاعنا وتتابع المواهب الجميله اللي موجوده في مصر ولادكم يعتبر انتوا بتتبنوها بدل ما نسمع خبط وبنسمع رزع وبنسمع حاجات بيقولوا عليها اغاني المفروض ان هي اغاني وهي ملهاش علاقه تماما بالموضوع ده
يعني احنا خلينا في الجانب المضيء ونسيب المواضيع. عندنا مواهب كتير كتير يا استاذ هاني. ان شاء الله حضرتك يكون لك يعني لنا الشرف حضرتك يعني تحضر وتشوف المواهب اللي جايه ان شاء الله، وهنكرمهم هنا في البرنامج ان شاء الله، فحضرتك هتكون اكيد حاضر بامر الله. يا رب يخليك. ربنا يخليك. ميرسي دكتور رباب، شكرا لحضرتك. ميرسي ليكي وميرسي لبرنامجك الجميل وميرسي لحضرتك يا فندم. ميرسي يا دكتور، الف شكر. السلام يا فندم. شكرا. استاذ هاني حضرتك احنا طبعا سعداء جدا بالكلام الجميل والذكريات الجميله واعمالك في الافلام. يعني انا من احب الافلام كمان اللي بحبها حتى اخر العمر من الافلام الموسيقى الجميله اللي حضرتك عملتها. مش عارف هل انا عملت الفيلم ده ولا لا، انا بنسى. حضرتك عملت موسيقى تصويريه لكتير من الافلام. وغنت لك الفنانه الكبيره نجاة والفنانه الكبيره فايزه احمد يعني، ويكون لنا الشرف حياتك ان احنا ممكن نغني حاجه من اعمالك ان شاء الله في الايام الجايه. يا اهلا وسهلا. انا اتمنى فريق. اتمنى طبعا سعيده بيك قوي النهارده باللقاء الجميل. هات لنا نص حلو ان شاء الله ما يكونش بقى مسف، وانا اعمله لك من عندي قبل عندي. ربنا يخليك يا استاذ هاني. حياتك كلمه للجمهور وللشباب الجديد اللي على الساحه، يا ريت توجه لهم رساله في الوقت اللي احنا فيه، يعني تقول لهم ايه؟ نقول لهم ربنا بس يعدل الغمه اللي احنا فيها دي، وان شاء الله مصر دي هتنطلق انطلاقه ما حدش هيصدقها، لان ان شاء الله خلوا املكم في بكره، لان بكره ان شاء الله احسن من النهارده، وربنا ان شاء الله هيبص بعين الرعايه لهذه البلد، لان دي البلد اللي كرمها في كل الاديان. يا رب يا استاذ هاني الايام الجايه وحياتك تكون ليك كمان، احنا محتاجينك ومحتاجين فنك الجميل، يعني تملنا غنى تاني ومزيكا وعزف وحاجات جميله. ربنا يسعدك. ربنا يخليك. احنا بنهديك من خلال برنامج اسرار والنجوم الفنانه التشكيليه الجميله بتاعتنا فادو عطيه. وبرنامج اسرار والنجوم اللوحه البسيطه لحضرتك. جميله. اتمنى تكون تنول اعجابك. طبعا. ربنا يخليك. دي حاجه بسيطه كده بس من البرنامج. بس هي مش ماضيه ليه؟ هنمضي دلوقتي يعني حضرتك لما هنمضي لك دلوقتي عليها. ماشي. حاضر. بشكر حضرتك وبنشكر الصوت الجميل مصطفى. ممكن بس ابعت اهداء بس لوالدتي عشان بتتفرج عليها دلوقتي. شكرا ليك. اهدي بس والدتي يعني احنا خلاص كده الفقره، يعني ممكن نشكرها طبعا. شكرا ليها. ولا بشكرك طبعا. ميرسي. بشكرك اما شكرا ميرسي ليك عشان انت السبب في ان انا موجود في اي مكان. شكرا. ميرسي ميرسي استاذ هاني على اللقاء الجميل مع حضرتك، وان شاء الله نتقابل تاني في اعمال جديده ومع المواهب ان شاء الله اللي احنا بندعمها في البرنامج باذن الله. اشكرك. ميرسي. نطلع نشوف مبادره اعرف بلدك لكل انحاء العالم، وطبعا نستقبل ضيفي الفنان القدير الاستاذ احمد صادق.